النهارده في تحدي هويده جينا المول ومعانا سلالم. اكيد التحدي مش ان احنا نشوف مين هيطلع السلم اعلى، ولكن التحدي هو تحدي للاطاله عشان نشوف مدى مرونه العضلات. فهنختبر الناس النهارده، هنشوف هل هيقدروا يطلعوا مثلا للدرجه الثالثه عندهم اطاله في رجليهم، او الرابعه، او ممكن مثلا لاي حد عنده اطاله زياده يقدر يطلع للخمسه. لانه الاطاله والمرونه في العضلات مهمه جدا، جزء مهم من صحه البدن، مش لازم ابدا ننساه، لازم نركز عليه اثناء التمرين. فتعالوا نعمل التحدي مع بعض ونشوف الناس هتبقى عامله ازاي. ميرنا بتلعبي رياضه؟ جري. وبعد الرياضه بتعملي ستريتشنج للعضلات؟ طيب انا عايزه اعمل لك اختبار لليونة، قولي لي تفتكري هترفعي رجلك لاني درجه؟ فوق. توصل تفتكر الأربعة ولا تيجي تجرب على الأعلى؟ تجرب على الأعلى. تجرب على خمسة الأول؟ طيب أنت عندك ليونة ولا لأ؟ ما جربتش. ما جربتش، هنجربك بقى النهاردة. جربوني. برافو. نعمل تحدي أصعب، أنا هوصلك لهنا، خلي بالك. لا أنا مش طويل. فيري جود، تقدر تميل لقدام؟ هايل، عندك والله عندك رينج اوف موشن حلو. طب هتجازف؟ اجازف. لا انت كده تلعب باليه بقى. دي اكتر حاجه قادر تفردها صح؟ اوه فردت رجلك، برافو. وصلت الاربعه. كنت متخيل خمسه. برافو عليك يا مريم، بتشد من هنا؟ طيب عايزة أعمل لك تحدي. جاهزة للتحدي؟ تقدري ترفعي على الرابع؟ نجرب. نجرب. ده معناه إن أنتِ ما عندكيش ليونة كفاية، يعني في البيت لازم تقعدي تفتحي رجلك أو ترفعيها على حاجة تميلي عليها شوية، كل يوم خمس دقايق. واو ما شاء الله، بس الطول بيساعد. آه طبعًا. واو برافو يا احمد، قادر تفرد رجلك شويه؟ برافو عليكم ما شاء الله. يلا وروني بقى مين اللي هيعرف يرفع رجله اعلى. انت واقفه عايزاكي تحاولي تفردي ظهرك وتميلي لقدام. برافو شاطره. قادره ولا لا؟ زي ما شفنا في ناس كتير مش عارفة أهمية الليونة البدنية، ومش عارفة أهمية إنها لازم بعد التمرين تعمل ستريتشنج، بيفتكروا إنه كفاية إن إحنا نتمرن. لا، العضلات بتنكمش أثناء التمرين، أثناء النوم، أثناء الجلوس، طول الوقت بنوصل لعمر مش قادرين حتى يعني نوصل لإن إحنا نربط الجزمة مثلا بتاعتنا. عشان كده مهم جدا إن إحنا نعمل ليونة كل يوم خمس دقايق. ده بيعمل إطالة للظهر، بيثبت الوقفه بتاعتنا، بيبقى عندنا بوستشر احسن، بيعمل اطاله لكل العضلات، بيقوي المفاصل، بيحمينا من اي انجري ممكن تحصل اثناء الرياضه. فما تنسوش تعملوا اطاله بالذات لما تصحوا الصبح او بعد الشغل خمس دقائق.